مكملين صباحنا معكم مشاهدينا، واليوم اكيد ممكن يخطر لنا انه تكون الورود مهدده بالانقراض، ونكون عم نعمل مؤتمرات ونعقد اجتماعات لحتى نحافظ عليها وعلى توريثها. محطتنا لليوم بخصوص الورد ولمحه عن المؤتمر يلي حصل بمدرج جامعه دمشق يوم 5 و6 حزيران، وهو حمل اسم المؤتمر مر السوسن الدمشقي معنا لصون هويتنا وتراثنا الطبيعي، اللي تضمن عدة محاور وشملت هي المحاور التنوع الحيوي والتنمية المستدامة والحلول للتحديات البيئية يلي اليوم عم نواجهها. أكيد يا عفاف، مؤتمر علمي كتير مهم، وأكيد كان بمناسبة اليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي للتنوع الحيوي. محاور عديدة كانت موجودة اليوم ضمن المؤتمر رح نسلط الضوء عليها، وأكيد على الأنواع المهددة بالانقراض وتدابير صونها وتوثيق التراث الطبيعي في سوريا. وللحديث أكثر عن المؤتمر مشاهدينا بسعتنا أنه تكون ضيفتنا لليوم الدكتورة أحلام معروف، نائب عميد كلية العلوم للشؤون العلمية في جامعة دمشق وخبيرة التنوع الحيوي ومنسق اتفاقية CBD. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة. صباح الورد كمان مثل ما وجودكم. اهلا وسهلا فيك. اليوم المؤتمر يلي صار تحت عنوان السوسن الدمشقي يوم 5 و6 حزيران، خلينا نحكي هيك تفاصيل اكثر واوفى التفاصيل باول فقرتنا. تمام. هلا المؤتمر البيئي هو انعقد باسم السوسن الدمشقي معا لصون هويتنا وتراثنا الطبيعي. طبعا هو الاحتفال بالمئوية جامعة دمشق ضمن هالإطار هذا، إضافي أنه اهتمام كلية العلوم من خلال جامعة دمشق بالتنمية المستدامة، إضافي أنه ترافق مع اليوم البيئة العالمي اللي هو بيصادف بكل سنة 5 حزيران، ويوم العالمي للتنوع البيولوجي اللي هو 22 أيار. فحبينا نجمع كل هالفعاليات والاحتفالات البيئية ونحتفل من خلال رمزية، يعني أنا السوسن الدمشقي هو رمزية للمؤتمر للاحتفال بكل هالفعاليات البيئية. ليش السوسن الدمشقي؟ لأنه هذا النوع بالذات هو فريد من نوعه. الفرادة إجت أنه هو الوحيد الموجود بالعالم بجبل قاسيون بسوريا فقط، وفي منه فقط 150 فرد يعني نكتة من السوسن الدمشقي موجودة على السفوح الشرقية لجبل قاسيون على ارتفاع 1200 متر. فهي مانا الأولى تسليط الضوء على السوسن الدمشقي، يعني في ناس سبقونا، ولكن من 2016 لهلأ الـ IUCN هو الاتحاد الدولي لصون الطبيعة قالت أنه باقي 150 فرد، ولحد الآن ما في تدابير لحفظه داخل الموقع وخارج الموقع. حبينا نعيد القلق لهالنباتات، نربطه باسم سوريا اللي هو مترافق مع الياسمين الدمشقي اللي مرتبط بعبق البيوت الدمشقية القديمة، مرتبط برمزية أخرى هي الوردة الدمشقية اللي هي سفيرتنا إلى العالم من خلال وجودها على قائمة اليونسكو للتراث اللامادي وارتباطها بالممارسات التقليدية لسكانها. فحبينا نضيف رمز آخر لسوريا من خلال فرادة هذا النوع كونه مهدد بالانقراض وهو الوحيد في العالم الموجود في سوريا. هاي الرمزية الأولى لتسليط الضوء على الأنواع المهددة بالانقراض. يعني نحن كان الغاية الأنواع المهددة بالانقراض من خلال السوسن الدمشقي. الجزء الثاني اللي هو مع لصون هويتنا وتراثنا الطبيعي، كانت الغاية منها هو تسليط الضوء على المعارف التقليدية للسكان المرتبطة بالنباتات. يعني احنا عندنا جداتنا عندها هالمعارف التقليديه، سواء استخداماتها الطبيه، استخداماتها لصباغه مثلا الانسجه للكساء الى اخره. حبينا نصون هالمعارف التقليديه من خلال انشاء قاعده بيانات. يعني احنا اطلقنا المؤتمر لحتى نحافظ على جزئيتين مرتبطه بهويه سوريا، النباتات المهدده بالانقراض الحامله للهويه السوريه، يعني مثل آيرس دماسينا اللاحقة هي عبارة عن دماسينا اللي هي دمشق، وكل الأنواع المهددة بالانقراض الحاملة اللاحقة السورية. اثنين، المحافظة على المعارف التقليدية اللي هي كمان معرضة للاندثار. يعني ضويتينا دكتورة على تفاصيل كتير مهمة كانت موجودة ضمن المؤتمر. أيضا رافق المؤتمر معرض بيئي بقاعة رضا سعيد، خبرينا أكثر عن هذا المعرض، عن الشيء اللي تضمنه، عن المشاركين، خبرينا أكثر. تمام. هلا المعرض البيئي مثل ما حكيتي حضرتك هو كان موجود بقاعه رضا سعيد، تضمن عده اقسام،
كان في عنا أقسامنا الموجود بكلية العلوم، قسم علم الحياة النباتية كان في العينات معشبية، قسم العلوم البيئية وعلم الحياة النباتية والقسم علم الحيوان كانوا موجودين معنا، قسم التقاني الحيوية الهيئة العامة للتقاني الحيوية كمان شاركت من خلال عدة عينات وصور وبوسترات إلى. في عنا منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة اللي انعقد المؤتمر بالتعاون معه ومع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، كمان كانت موجودة بجناح كبير ضمت عينات للبذور المتحملة للجفاف واللي هي أحد الحلول المستدامة للتحديات البيئية وتغير المناخ. ضمت إضافة لذلك بوسترات علمية لطلاب ودكاترة من كافة الجامعات، خلينا نقول من كافة الجهات المعنية بالبيئة، كان عندنا من كلية البعث الحلب الآداب، كان في عندنا بوسترات ترويجية لبعض الشركات، خلينا نقول مثل عندنا مؤسسة بيوشام كانت موجودة، بيوغار، كل هدول كانوا موجودين بالمعرض البيئي لحتى يسلطوا الضوء على كل ما يتعلق بالبيئة والمنتجات الطبيعية اللي بتلامس أو خلينا نقول هي من خدمات التنوع البيولوجي بتقدمها يعني للإنسان. بالنسبة للجهات اللي كانت مشاركة كانت الحمد لله كانت جهات كتير عديدة، في شيء من داخل سوريا وفي شيء من خارج سوريا، كان عندنا أشقاء أردنيين من جامعة اليرموك وجامعة التكنولوجيا، كان عندنا مشاركة من لبنان من الجامعة الأمريكية، إضافة إلى الجهات المعنية بالبيئة، كل الوزارات كانت موجودة ودعمتنا. في عنا البحوث العلمية الدراعية، البحوث العلمية في شيء بتعلق بالبحرية، المعهد العالي للبحوث البحرية. ميزت هذا المؤتمر المشاركات الواسعة أعادت القلق لكلية العلوم، نحن معروف أن كلية العلوم هي جاذبة وهي العلوم الأساسية لكليات التطبيقية، ولكن قدرنا من خلال اختيارها العنوان هذا نجذب كليات الآداب، يعني لأول مرة بكلية العلوم في عنا حدا من الآثار والتاريخ عم يعرض مخطوطات عن السوسن الدمشقي، عم يحكي عن السوسن الدمشقي بالشعر. تمام. طيب دكتورة، أكيد صار في أفكار وتطورات وطلعتوا منها بخطوات لازم تطبق على أرض الواقع وتصير خطوات عملية مثل ما بيقولوا، شو هي أهم التوصيات والأفكار يلي طلعتوا منها من هذا المؤتمر؟ هلأ أنا ضويت حضرتك على التوصيات. هلأ نحن من خلال تركيزنا على كلام سيد الوطن اللي حكى عن المبادرات الشبابية لازم نحط لها خطط تنفيذية على أرض الواقع، وضويت خلال المؤتمر أنه سيدة الياسمين دمشقي والسوسن دمشقي شفاها الله وعافاها أنه حكت لنا أنه الطموح هو يبدأ كبيرا ويستمر كبيرا، لهيك نحن من خلال هالمؤتمر غيرنا النمطية الموجودة وخرجنا عن المألوف. نحن بدينا بتوصية قبل ما ينطلق المؤتمر، عملنا خطوات لتوصية هلأ أحكي لكم عنها. شكلنا وحدة اسمها وحدة صون وتوثيق التراث الطبيعي بقسم علم الحياة النباتية بكلية العلوم، أطلقنا مشروع بحثي لصون وتوثيق المعارف التقليدية المتعلقة بالنباتات، وآخر شيء عملنا جولة حقلية إلى جبل قاسيون لنتأكد هل الإحصاءات اللي حطيتها الـ IUCN هل هي حقيقية، هل زاد أو نقص السوسن الدمشقي، فتبين أنه لساتنا محافظين على 150 فرد موجود على السفح الشرقي لجبل قاسيون. التوصية اللي هي أساس المؤتمر خلينا نقول هو تشكيل فريق السوسن الدمشقي اللي هو بيضم قامات علمية موجودة بكلية العلوم وخارج كلية العلوم، كلية الزراعة وكلية الصيدلة. مهمة هالفريق هذا، الفريق السوسن الدمشقي، هو إنشاء مركز للبحوث العلمية للتاريخ الطبيعي. هالمركز إن شاء الله اللي هو حصل على دعم من عدة وزارات وجهات معنية بالبيئة، مهمته إنشاء معشبة وطنية، حديقة بيئية للأنواع المهددة بالانقراض، قسم خاص بالأسماك والفقاريات واللافقاريات والمستحاثات، مجلة خاصة بالتراث الطبيعي، قاعدة بيانات للمعارف التقليدية، وأهم شيء بالنسبة إلي متحف للتاريخ الطبيعي، لأنه لحد الآن للأسف سوريا
ما عندها متحف التاريخ الطبيعي، يعني بتستاهل سوريا بتاريخها العريق وكونها أقدم عاصمة مأهولة يكون في عنا متحف خاص بالتاريخ الطبيعي. تمام، يعني هي المحاور اللي كانت موجودة ضمن المؤتمر، شو هي الخطوات أو الخطط اللي اليوم عم تسعوا إلى من خلال هذا المؤتمر لتحويل هي المحاور يمكن لخطوات عملية إن كان بالتعاون مع الوزارات أو المديريات المعنية؟ خبينا أكثر. تمام، هلأ قلت لك أول شيء نحن رح نحاول نحصل على دعم من كافة الجهات المعنية لإنشاء هالمركز اللي هو بإشراف كلية العلوم حيكون وجامعة دمشق، طبعا تابع لوزارة التعليم العالي. دعم لهالمركز وإنشاؤه. اثنين، إنشاء منصة خاصة بكل المهتمين والمعنية بالبيئة والتنوع البيولوجي وإنشاء قاعدة بيانات. هدول اللي عم رح نحاول إن خلال السنوات القادمة وبأقرب فرصة إنه نطبقهم على أرض الواقع لحتى نجذب كافة المهتمين والباحثين على المهتمين بالشأن البيئي سواء بسوريا أو خارج سوريا، يكون في عنا ناس معنيين بالشأن البيئي وعم يحاولوا يعني يطبقوا شيء على أرض الواقع من مخرجات المؤتمر. اليوم دكتورة صار في دمج بين المعرض البيئي ومؤتمر السوسن الدمشقية يلي رافقه بمعرض رضا سعيد، خلينا نحكي أكثر أو نضوي أكثر على هذا المعرض. مثل ما حكيت لحضرتك، المعرض البيئي كان عم يضم عينات من كافة الأقسام الموجودة بكلية العلوم، قسم علم الحياة النباتية وقسم العلوم البيئية، قسم العلم الحياة الحيوانية، ضمت معاشب. المعاشب النباتية هي عبارة عن تجفيف للعينات النباتية، في عنا عينات من عام 1956، لهيك عم نطلق والناشد انه من خلال المركز يكون في عنا معشبة وطنية بتضم المعشبة الموجودة بقسم علم الحياة النباتية إضافة إلى المعاشب الموجودة بكافة الجهات المعنية الموجودة عندها معاشب خاصة ممكن تكون رديف إنا ونحطها ضمن المعشبة الوطنية. في عنا بالتقانة الحيوية كان عندها عينات أيضا، في عنا بمنظمة أكساد عينات للبذور وبوسترات خاصة بأنشطة في المنطقة وفي سوريا بشكل خاص، شو هي عملت على أرض الواقع لحتى تكافح وحتى تجابه التحديات البيئية الثلاثية اللي هي فقد التنوع البيولوجي والتصحر والتغيرات المناخية. فالمعرض البيئي كان كتير يلامس المحاور اللي احنا حكينا عنها سواء كانت التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة أو الأنواع المهددة بالانقراض أو التراث الطبيعي أو الحلول المستدامة لهالتحديات البيئية. فهن كانوا متزامنين ومترافقين وكتير يعني ملامس تسيل المحاور، اثنيناتهم عم يكملوا بعضهم. تمام، خلينا نحكي دكتورة عن الحضور، لاحظنا انه كان في حضور كثير كبير اليوم ضمن المؤتمر باختلاف الاختصاصات واختلاف المشاركين، ولكن اذا بدنا ندقق اليوم ونحكي عن طلاب الجامعات اليوم حضورهم بهيك مؤتمرات قد ايه بتساهم بتبادل الخبرات والمعارف، خصوصا انه احنا بنعرف اليوم جامعة دمشق هي على دوام عديد من المؤتمرات اللي تقام وحضور اكيد لطلاب الجامعات. تمام، هلا مثل ما حكيتي حضرتك انه كان فعلا حضور لافت لاول مره من ضمن الوزارات كافة المعنية بالبيئة. كان في عنا وزارة التعليم العالي طبعا اللي هي المظلة اللي ترعانا ومحتمي فيها وتحتها ومنضوي تحتها، في كان عنا وزارة الزراعة، في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، كانت عنا وزارة الثقافة لأنه في جزء خاص بالتراث اللامادي كان موجود فيها، منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة لأكساد، في عنا من الأردن في كان عنا الرائد اللي هي شبكة التنمية. هذا بالنسبة للحضور، إضافة للأمانة السورية للتنمية كمان كان داعم لنا بهالمؤتمر هذا. الحضور الرسمي أكيد لافت، الحضور الطلابي كمان كان كتير موجود من كافة إن التخصصات سواء كان كلية العلوم، كلية الآداب، كلية الآثار، السياحة، من كل هالجهات كانت موجودة. لهيك حكينا إنه أعدنا القلق لكلية العلوم خلال هالحضور اللافت. طبعا الغاية من المؤتمر بالنهاية هو زيادة الوعي البيئي، يعني نحن عم نحاول من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي هي أحد أهم الأهداف اللي تنصب بالوعي المجتمعي والوعي البيئي، حاولنا نطبقه من خلال هذا المؤتمر، يعني جذبنا كافة الجهات المعنية لحتى نزيد الوعي البيئي. كان في عنا حضور لوزارة التربية لحتى نقول إنه نحن لازم يكون في عنا وعي بيئي من الصغر حتى مراحل عمرية متقدمة.
التمويل. أكيد مطلوب كمان كتير اليوم الوعي البيئي أكيد لكثرة السلامة والصحة. نتشكر حضورك معنا دكتورة وشرفتنا، أهلا وسهلا فيك. يعطيكم ألف عافية وشكرا جميعا. شكرا لك دكتورة أحلام، ويعطيكم ألف عافية وإن شاء الله المزيد من النجاح والتوفيق بمؤتمراتكم العلمية القادمة. أهلا وسهلا فيك دكتورة. شكرا. أهلا وسهلا.